حاولنا أن نعدي على محطات كانت فيها السياسة تلعب دور وما زالت تلعب دور حقيقة كبيرة جدا إلى مستوى أني غير قادر على استيعابها حتى الآن. كان يهمنا أنه إحنا نعرض الجوانب كلها يعني كثير من الأشواك يعني كثير من الأمور اللي متعلقة بالسياسة مو الجميع يقدر ينفتح ويتكلم عنها. أبو دارين متعاون جدا وما أعتقد أنه هو كان يعني عنده محظورات إنه ما يخوض في جميع المواضيع. ومحور السياسة ما كان المفاجأة الوحيدة اللي اكتشفها الحضور للعرض الأول الوثائقي اللي حمل عنوان خالد الشيخ بين أشواك الفن والسياسة، فيبدو أن حياة خالد كانت مليئة بالعديد من الأشواك وهذا اللي خلاه بمواقف صعبة كثير بحياته. السجن 12 يوم وهالنقطة بدورها شكلت صدمة للحضور، فكثيرين ما كانوا يعرفون أن نقطة التحول بحياة خالد الشيخ كانت بعد هالحادثة واللي بسببها أخذ قرار أنه ينتقل لعالم الفن ويبدع بتقديم أعمال خالدة. وهالوثائقي اللي طوله 45 دقيقة تضمن العديد من شهادات الحياة من رفاق درب خالد إلى جانب بناته نور وسماوة. جعلوني أشعر بأنه السنين اللي عدت جاء من يحتفي بها، أنا سعيد بأنه أنا المحتفى به. وهالسعادة ترجمت بالدموع، فكل الحاضرين وعائلة خالد ما قدروا يتمالكون أنفسهم بعد ما شاهدوا شريط حياته، ومنهم أخو خالد وابنته نور. ما عمري شفت أبوي يعني تنزل دموعه، ممكن تكون في مراحل تلمس القلب لأنها صادقة. أخ وصديق وحبيب، أحسه ابني، إنسان جدا حساس. شفت الطفل كيف يكون حنون، كيف الطفل يكون بريء بس في نفس الوقت عنده روح المغامرة كذا. والد إذا شيء ضايقه ما يحب يقوله، يحب يكتم في قلبه يعني عشان ما يضايقنا. بجنن أب حنون، حنون كثير. حتى لو الفن أخذه بس كان يعوضهم يعني، بيسفرهم بيطلع معهم يعني بدرسهم، حتى كان ساعات يأخذهم على المدرسة يعني لما يكون ما عنده شيء يعني. عرف ما في أي تمثيل في الوثائقي هذا، هو هذا الوثائقي بهذا النمط صار. طبعا أستاذ خالد الشيخ يعني من الملحنين الكبار يعني، مبسوطة قوي لي على الفيلم المعمول عن قصة حياته ومتحمسة جدا أشوفه.